تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الوزراء المحترم بضرورة الإسراع بتأهيل مطار الموصل ضمن المواصفات العالمية التي حددتها شروط المرجعية المعتمدة في سلطة الطيران المدني، يجب أن ينجز المطار في أسرع وقت، وكذلك يجب أن تكون هناك مواصفات فنية حسب شروط المرجعية وحسب شروط الطيران العالمية. اليوم مشكورة سلطة الطيران المدني حضرت إلى ممثلة بالأستاذ نصير والأستاذ خالد وعدد من الوفد المرافق لهم من أجل حلحلة كثير من المشاكل والمعوقات التي كنا نعاني منها. إن شاء الله من الأسبوع القادم سيكون العمل بوتيرة جديدة، سيستمر العمل 24 ساعة حتى يتم تعويض الوقت الفائت من نوع من التقاعس بسبب وجود مشاكل فنية. إن شاء الله اليوم ستكون هناك انطلاقة حقيقية لمشروع مطار الموصل. هذا المشروع الذي نعتبره وكما أكد السيد رئيس الوزراء يعتبر من أهم المشاريع الاستراتيجية والحيوية لمدينة الموصل وعموم العراق.